حبة المشاهدين طبعا مثل ما تشاهدون بهذا الموقع المتواجدين احنا وياكم، حقيقة قضية اثارت الجدل بين يعني الاوساط في كربلاء المقدسة والمسؤولين. مثل ما تشاهدون الان احنا متواجدين بهذا المكان. هذا المكان يعني هو كان منشأة عسكرية في زمن النظام البائد. هاي المنشأة كانت يعني تصنع المواد المتفجرة من السيفور. بس هاي ما سموه. هاي قنوات اللي موجوده هنا استاذ عليهم ما سحبوا، يعني ايش معش عليهم باقيين؟ ما اعرفه غير يفترض انه مسوي مزات البيئه. اما هاي حفظها بيسمش بيسمش هاي استاذي هذا كله سببها بالدرجه الاساس مدير بيئه كربلاء السيد حيدر فؤاد الذي لم يراعي في الواقع مراجع وأعطى موافقة بدون الرجوع إلى مراجع، مع ذلك راد يصلح الخطأ. ما هي إجراءاتكم للتخلص من هذا التلوث؟ ما هي الإجراءات التي تقوم بها رئاسة مجلس محافظة كربلاء المقدس؟ نعم، نحن سوف نقوم باستدعاء الفنيين وأيضا الوزارات الفنية والكوادر الفنية لحل هذا الموضوع إن شاء الله. شكرا جزيلا.